المصري يفوز على الاهلي 1-0 ويلحق به الهزيمه الاولى في الدوري العام المصري. كابتن شريف هارد لك. هارد لك كابتن. يعني واحد زعلان طبعا، احنا قلنا في البدايه يعني كلمت حضرتك وسالتك اذا كان نتيجه او اداء، فقلت لي هو احنا من ماتشين فاتوا واحنا عارفين ان الظروف اللي احنا بنعدي فيها دي ظروف صعبه جدا يعني. بس هو الجرأة بقى في انك انت في هارموني التشكيل نفسه اللي انت بتنزل بيه يكون متوازن بين الشكل الدفاعي وشكل هجومي. ماشي. ما بطرحش لعيبه شبه بعض. يعني لازم يبقى في لعيب عنده من الامكانيه ان هو يكون موجود عندي في نص الملعب وبيقدر يدافع وبيقدر يعمل الحاله اللي هي فيها ارتداد للهجوم او للدفاع. فاحنا عندنا زي ما قلت لك الاربعه اللي كانوا موجودين بيبتدوا مع احترامي ما بيملكوش شكل دفاع كويس قوي، وادوا المبادره والجراه لكريم العراقي مثلا، ل جريندو. جريندو خد ناحيه اليمين مثلا او ناحيه الشمال وبيركن على الكره، وما ما عندهمش حاجه يعملوها غير استفزازك انك انت الكره تقطع منك ويعملوا عليك هجمات بسرعه. النتيجة منها عمرو مرعي يهت في الناس اللي ورا وخلاص، مش بلاننج يعني، مش متخططة. احنا بنلعب على الكور العرضية، الكور الطويلة، استغلال حالة الأرض، عايزين يبقوا معاك في الجيم وخلاص، بس انت ما تجيبش جول. أي. انت توفقوا هما في الدقيقة 8، يعني انت عندك 82 دقيقة كنت تقدر تكون موجود في الملعب، تقدر تكون موجود بشكل معين، تعمل حالة ارتداد لنفسك، استفزاز حتى انك انت متاخر بهدف. طالبنا كلنا بتغييرات معينه وسريعه جدا. ليه؟ لازم يبقى عندك ريسك في وقت من الاوقات في المباراه انك انت متاخر بهدف. مظبوط. لازم يبقى عندك جامبر، ناس بتريح الكره لبعض وناس شويطه ناحيه ثانيه. ما اخرش لعيبه نزله 18 دقيقه ولا 16 دقيقه 17 دقيقه وهو لعيب مؤثر يقدر يجيب لك ضربه جزاء. وبمناسبه ضربه الجزاء كوم والحكم بتاع النهارده ده كوم تاني. انت قلت لي عايز تعلق على حاجه معينه بالنسبه لا ده هو ما هو هو معانا احنا بيبقى سعيد قوي ان هو يبقى بيدي الخصم بتاعك بيديله كل حاجه، وانت الوقت ياخد اربع خمس دقائق بالتفكير يروح فار ولا ما يروحش، والفار يقعد يكلمه، وفي الاخر يديني الشوط الاولاني دقيقتين. على اي اساس واي منطق الكلام اللي انا بشوفه ده؟ على اي اساس تديني ضربه حره في نص الملعب؟ ايوه انت كلمتني على الكره ديت وقلت لي لو انت يمكن بالزبط. كابتن ناصر هيكون ليه تعليق معايا في الحكايه دي. بنفس الشكل محمد شريف او مين من الناس في نفس المنطقه، محمد شريف مرتين. محمد شريف ثلاثه لما قطع الكره ودخل بيها ال 18 والراجل ضربه ولا كلمه، ده راجل راح يجيب جول. ايوه الراجل راح يعمل كره بالعرض لاي حد يجيب جول. لما بره ال 18 قصدك ما خدش انذار. محمد شريف مسك الكره عايز يلعب الكره، قال لك خلاص بقى ده بتاع الاهلي مستعجل، وفر عليها الانذار. لا والله ما انت بيعمل ايه اللي واقف هو يدي اشاره او يدي ما بيكلموش بعض يعني، بس هو الحكم ما بيكلموش بعض و300 مكالمه من الفار ليه وهو طيب الكره اللي محمد شريف اتضرب فيها بظهره دي الراجل خبطه اخر واحد في الملعب والراجل هو منه للجول، جت في ظهره، حسبوها بقى جت في ايده ولا جت في ظهره ولا ضربت، قعد يفكر فيها ويتكلم معاهم وفي الاخر العب العب. طب احنا ما فهمناش حاجه، ما فهمناش كره دي ايه اصلا. ايوه يعني ولا اي حاجه. طب روح ادي فار ووريني اللعبه وقول مش بينالتي، قول مش ضربه حره، قول مش اي حاجه. كمان انت لما بتبقى بتلعب على ارضيه زي دي والحكم الصفاره حاسس انها مع الفرقه الثانيه على طول، وانت ابسط الاشياء بالنسبه لك والاحتكاكات بالنسبه لك ما فيش حد حاميك فيها. ايوه ما دي كمان بتطلع احنا لعيب الكوره بتطلعني انا بره، بل بتعصبني اكتر. فالنتيجه ان انا ديانج ياخد انذار، ايمن اشرف اوت اوف فورم واوت اوف ايفري ثينج يعني بيطلعك بره خالص، وفي منطقه حساسه زي دي انذار برده نفس الشكل، انك مش عارف تلعب. اللعيبه مش عارفه تلعب بصراحه، اللعيبه مش لاقيه نفسها، ومفيش يعني عايز اقول لك يعني مفيش مواكبه بين السرعات وبين اللعيبه وبين بعض، يعني مفيش محطات. حتى قفشه النهارده اللي احنا بنقول ان هو بلاي ميكر مريح ناحيه اليمين شويه بيحاول يغذي كريم فؤاد ويغذي المنطقه دي على اساس ان ديانج موجود وسوليه.
لكن حصل استحالة في انك انت تلعب كرة على الارض كانت بسيطة جدا لمدة 3-4 دقائق في المباراة كلها في 90 دقيقة، والباقي اللونج باص اللي انت شفته اذا كان منا او منهم، وهم عندهم الجرأة ومش خايفين في اي حاجة في انهم ياخدوا الكرة ويقطعوا. عشان كده انا كنت حزين على الكرة اللي هي بتاعت بيرسي تاو دي وطمع فيها وشاطها اللي هي في اول دقيقتين ثلاثة، قلت لك احنا هندفع الثمن في الكرة دي. لو اتعملت لميكسوني منه الجون ده حتى لو حطها وتردد هو هيرجع تاني بيرسي تاو ده يجيبها جول، يعني عندك فرصة كبيرة قوي. المصري ضيع واحدة انفراد زيها دي لو كانت راحت الشناوي، الشناوي طلعها. اليوم مش يومك في كل حاجة الحقيقة، في التشكيل، في الأداء، في الروح. يعني انت حاسس انك انت بتلعب على اللعب الاهلي اللي هو يكسبني في اي وقت، مش اللي هو المعافره والضرب، والمعافره والضرب كانت ضدك لان الارض برده مش مساعدك قوي، فكانت الحكايه بتيجي عليك دايما. أي. وهو مش يومك. أي. واضح ان الكره اللي راحت ودخلت فينا جون، يعني لو في اشتراك واحد منلي مع اللعيب ده اللي هو جاي من ورا ده اعتقد مش هتروح بهذا الشكل. آه انها دخلت بهذا الشكل جوه الجول كمان، ما اقدرش الوم عليها حارس مرمى او اي حاجه، لان الكره بتعمل بند رد فعلها ممكن يكون يعني جه بعيد عن عينيه او عن ايديه او قويه. أي. احنا من عندنا هنا بنشوفها، بس من هناك في الملعب تبقى حاجه تانية. فهارلك يعني مفيش فرقه في العالم ما بتتغلبش. نعم. احنا دايما بنبحث في وقت معين، وكنا خايفين من ضيع حساب في التدوير وفي الشكل وفي كل حاجه. فانا مش يعني، واحنا بنبص كمان للماتش اللي جاي ماتش الرجاء، عندنا حاجات كتير قوي النهارده كانت تطلعنا. لو حتى طلعنا متعادلين قال ما بيحبش التعادل او ما بيحب، انما انت كنت محتاج ان انت ما تغلبش النهارده نفسيا طبعا. على الاقل وانت رايح تلعب مباراه زي دي، اتمنى من اللاعبين ان هم اللي عارفين ظروف الماتش ده كان عامل ازاي في الملعب، يطوي الصفحه دي ويخلصوا نفسهم من الشكل ده، وما اعتقدش رايحين قريب الملعب ده تاني. بس لازم نستفيد من الاخطاء اللي حصلت. اكيد بيقعدوا معاهم بقى وبيتكلموا معاهم، واللاعب بيلغي نفسه وبيقعد مع نفسه. الكره اللي نزلت لمحمد شريف دي وخدها بشماله، لو لبست في رجله ما هي جول. يعني هو محمد شريف يكلم نفسه بقى في المنطقه دي، لو جات لي الكره دي في المغرب ممكن تكون جول، لو جات لي في اي ماتش تاني ابقى بحضر نفسي. ففي لعيبه بتحس بالموقف نفسها، في لعيبه حاسه انا ليه النهارده مش في الفورم بتاعي، او يعني كل واحد ان هو يقعد معاه او مدرب يقعد معاه او احمال او الحمد لله انك انت بس وانت رايح تلعب الرجاء ما يكونش فيه اصابات. شفت سوليا مثلا النهارده راجل بروحه بيدافع في حته جامده جدا، اعتقد انه حصل تاتش بينه وبين جريندو على ما اعتقد حاجه زي كده. اهم حاجه ان يبقى في استشفاء الاسبوع ده، اهم حاجه نخرج بسرعه يومين ثلاثه كده وننسى اي مباراه زي اي مباراه. انت تكسب على طول، انت الاول ما زلت، انت لسه ليك مباراه ناقصه. وكل سنه احنا بنطلع لينا مباراه او مباراتين بتبقى عندك اخفاق فيهم اذا كان تعادل او خساره. أيوه. هو النهارده كان حظنا ان احنا اتغلبنا المباراه دي بظروف. ايوه بظروف كتير قوي، اعتقد ان التحكيم ليه يد كبيره فيها.